إعلان الطوارئ وفرض أطواق لمنع انتشار السلاح وتأمين صناديق الاقتراع ونقلها إلى المخازن. هذه أبرز ملامح الخطة الأمنية الخاصة باقتراع تشرين. توفير كل الدعم المفوضية وتوفير كل دعم اللجنة الأمنية. الخطة انطلقت في عموم البلاد بممارسة ميدانية أشرف عليها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. لجنة حماية الانتخابات تقول إن الخطة تتضمن تأمين أكثر من 8000 مركز انتخابي في 83 منطقة، مع فرض 3 أطواق حول المراكز وطوق خارجي لمنع السلاح غير المباشر. المراقبون يرجحون الطوق الرابع كمصد للسلاح المنفلت. الخطة وبحسب تصريحات رسمية ستنتقل إلى الإنذار جيم بحلول اليوم الثاني من تشرين الأول المقبل. على خط موازن تقول لجنة الأمن والدفاع النيابية إن الشرطة والجيش وحماية المنشآت ستشارك في تأمين الانتخابات، لكن قيادات في الحشد الشعبي تؤكد في تصريحات ليو تي في أنها لم تتلق أوامر إلى الآن بخصوص المشاركة في الخطة. ويبدو أن الاهتمام الرسمي بالخطة وتفاصيلها جزء من محاولة الحكومة إبعاد المخاطر الأمنية عن الصناديق ومنح الاقتراع درجة أعلى من المقبولية المحلية والدولية بضمانة يطلبها الجميع، مشاركة أوسع في الانتخابات المقبلة.